تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقيم حفل تخرج الدفعة 31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة، وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب، وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم. بعدها ألقى مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة العميد محمد بدر الرومي كلمة بهذه المناسبة: فهنيئاً للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه الذين عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد، متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة. ونعاهد سموكم بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له، لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي. ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من دفعة طلبة الضباط الاختصاص 31 إلى دفعة الطلبة الضباط 47. هذا الكلية رمز القيادة، نسلمه عليكم ونغزي بالله عليكم أن تجلوا وتحافظوا عليه وتجعلوا أمانة في أعناقكم، فصونوا الأمانة واحفظوا الوديعة من ذوق عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. باسم الدفعة 47 نعهدكم أمام الله ثم نبي بأننا له مجلون. بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من سموه ببدء مراسم العرض العام، كما تم تقديم التشكيلات والفصيل الصامتة وعرض المهارات التكتيكية المختلفة بين استخدام السلاح أو بدون السلاح لمواجهة كل المواقف المحتملة في حياتهم العملية، وفرضية التصدي لتجار المخدرات والتي توضح العديد من المهام الشرطية. أعقبه دخول الخريجين إلى ساحة العرض لأداء القسم، والذي ألقاه آمر كتيبة التعليم والامتحانات العميد أحمد ناصر الردهان: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون وفيا لدولة الكويت، أن أكون وفيا لدولة الكويت، أمينا على حقوقها، أمينا على حقوقها، مخلصا لأميرة المفدى، مخلصا لأميرة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي. هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتسليم الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين، كما تم إهداء سموه درع الأكاديمية. وفي الختام تم عزف السلام الوطني إذانا بانتهاء الحفل. Bye.
وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.